بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة في درس جديد في مادة الرياضيات للجزء الأول من الصف الثالث إعدادي. اليوم راح إن شاء الله نشرح الجزء الثاني من درس حل المتباينات الخطية بخطوات متعددة. أهدافنا الدرس اليوم اللي راح نحققها حل المتباينات الخطية بخطوات متعددة، والهدف الثاني حل المتباينات الخطية باستعمال خاصية التوزيع. ننتقل إلى تمهيد حق الدرس. يحصل مندوب مبيعات على راتب شهري يضاف إليه عمولة تبعاً لمبيعاته، ويمكن استعمال متباينة تحل بخطوات متعددة لإيجاد قيمة المبيعات التي تحقق للمندوب دخلاً شهرياً يغطي التزاماته. السؤال الأول: ما المعلومات التي يتطلبها تكوين المتباينة لإيجاد قيمة المبيعات؟ الإجابة: الراتب الشهري ونسبة العمولة، الدخل الشهري الذي يلبي طموحه. السؤال الثاني: لماذا تستعمل إشارة المتباينة أكبر من أو يساوي لتمثيل الموقف؟ الإجابة: لأن الدخل الذي يحصل عليه المندوب يجب أن يساوي على الأقل الدخل الشهري الذي يلبي طموحه، فمعناته يجب أن يكون يا أكبر من الدخل الشهري الذي يلبي طموحه أو يساوي. لحل المتباينات وتمثيلها: عند حل المتباينات يكون الهدف عزل المتغير في أحد طرفيها، وهو الهدف نفسه من حل المعادلات. عند ضرب المتباينة في عدد سالب أو قسمتها نغير اتجاه إشارة المتباينة. عند حل متباينة تحتوي على أقواس نستعمل أولاً خاصية تسمى بخاصية التوزيع، ثم نستعمل ترتيب العمليات لتبسيط المتباينة الناتجة. إذا كانت نتيجة الحل عبارة غير صحيحة، تكون مجموعة الحل هي المجموعة الخالية. مجموعة الحل الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر، ويعبر عنها بالرمز ويقرأ بالرمز فاي، أو ممكن أن احنا نحط علامة اللي هي مجموعة الحل تكون خالية. فإذا ممكن أن نستخدم هذا الرمز أو نستخدم هذا الرمز. متى؟ عندما تكون عبارة غير صحيحة ناتجة من حل المتباينة. الآن ننتقل إلى المثال الأول. حل كل من المتباينات الآتية: رقم 1 سالب 11 صاد ناقص 13 أكبر من 42. فإذا الخطوة الأولى أساس نجعل المتغير في طرف وبقية الأعداد في طرف آخر، يتم أولاً التخلص من سالب 13 بإضافة 13 إلى طرفي المتباينة. فإذا سالب 11 صاد ناقص 13 زائد 13 أكبر من 42 زائد 13. الخطوة الثانية يتم التبسيط. سالب 13 زائد 13 راح ينتج لي صفر، لأن العدد زائد معكوسة أو نظيره الجمعي يعطيك الناتج صفر. 42 زائد 13 راح يعطيني 55، فإذا بالتبسيط راح ينتج سالب 11 صاد أكبر من 55. الآن يتم قسمة الطرفين على سالب 11، فإذا سالب 11 قسمة سالب 11 بيعطيني الناتج 1، فإذا الباقي راح يكون صاد أكبر من 55 على سالب 11 راح يكون سالب 5. ولكن ألاحظ هني بأن تم القسمة على عدد سالب، فإذا تم القسمة على عدد سالب تتغير إشارة المتباينة، فإذا تغيرت لي من أكبر من إلى أصغر من. إذا حل المتباينة هو صاد أصغر من سالب 5.
الآن ننتقل إلى المثال الثاني. 43 أقل من أو يساوي سالب 4 س زائد 11. طبعاً الهدف من حل المتباينة أني أجعل المتغير في طرف وبقية الأعداد في طرف آخر، فبالتالي أول خطوة يتم الطرح 11 في من طرفي المتباينة. الخطوة الثانية تبسيط، فإذا راح ألاحظ أن 11 ناقص 11 راح ينتج لي صفر، لأن العدد زائد نظيره الجمعي يكون الناتج صفر. فإذا بالتبسيط راح ينتج لي بأن 43 ناقص 11 32 أقل من أو يساوي سالب 4. الخطوة اللي بتجي يتم التخلص من ماذا؟ من سالب 4، لأن أنا أحتاج س أنها تكون بروحها، فإذا يتم قسمة الطرفين على سالب 4، فإذا راح يكون الناتج سالب 8، ولكن راح تكون أكبر من أو يساوي السين. تتغير إشارة المتباينة لأن تم القسمة على عدد سالب اللي هو سالب 4. فإذا ممكن أن احنا نكتب المتباينة بصورة أخرى، يعني إما أن احنا نكتبها سالب 8 أكبر من أو يساوي السين، أو هي نفسها سين تكون أقل من أو يساوي السالب 8. فإذا حل المتباينة هو السين أقل من أو يساوي سالب 8. الآن ننتقل إلى مثال آخر. أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية. طبعاً نلاحظ في المثال الأول 6، وطبعاً قوس 5 ع ناقص 3 أكبر من أو يساوي 42. من الملاحظات اللي احنا خذناها في الشرائح السابقة بأن يجب أولاً فك القوس، فإذا راح أستخدم هنا خاصية التوزيع. فإذا راح مرة أوزع الستة إلى 5 عين، وراح يتم توزيع الستة إلى سالب 3، فإذا 6 في 5 30 عين ناقص 6 في 3 18 أكبر من أو يساوي 42. طبعا استخدمنا خاصية التوزيع، يتم التخلص من القوس بخاصية التوزيع. الخطوة اللي بتجي إضافة 18 إلى طرفي المتباينة، وذلك احنا نحاول ان نخلي اللي هو المتغير عين في طرف وبقية الأعداد في طرف، فإذا يجب أولا التخلص من سالب 18 بإضافة 18 إلى طرفي المتباينة. الخطوة اللي بتجي فإذا سالب 18 زائد 18 راح ينتج لي صفر، لأن العدد مع نظيره صفر. فإذا راح أبسط 30 عين أكبر من أو يساوي 60. الآن لكي أتخلص من 30 يتم قسمة الطرفين على 30، فإذا عين أكبر من أو يساوي 2. الآن هو المطلوب إيجاد مجموعة الحل، فإذا راح نستخدم الصفة المميزة للمجموعة. إذا مجموعة الحل عين حيث أن عين أكبر من أو يساوي 2. الآن ننتقل إلى المثال الآخر. 4 قوس 3 تاء ناقص 5 زائد 7 أصغر من 8 تاء زائد 3. فإذا أول خطوة يتم استخدام خاصية التوزيع للتخلص من القوس. فإذا 4 في 3 بيعطيني 12 تاء، و4 في 5 اللي هو الناقص بتنزل، 4 في 5 20، وراح ننزل اللي هو زائد 7 أصغر من 8 تاء زائد 3. فإذا استخدمنا خاصية التوزيع عند اللي هو فك الأقواس. الخطوة الثانية يتم وضع اللي هو يتم التبسيط أولاً، فإذا 12 تاء سالب 20 زائد 7 إشارات مختلفة بطرح وبحط إشارة الأكبر، فإذا 12 تاء ناقص 13 أصغر من 8 تاء زائد 3. الخطوة التالية يتم طرح المتباينة في طرفيها من 8 تاء، و
وذلك للتخلص من 8 تاء. فإذا 12 تاء ناقص 8 تاء ناقص 13 أصغر من 8 تاء ناقص 8 تاء زائد 3. راح ألاحظ بأن 8 تاء ناقص 8 تاء بينتج لي 0. بالتبسيط راح ينتج 12 تاء ناقص 8 تاء 4 تاء ناقص 13 أصغر من 3. الآن يتم إضافة 13 إلى طرفي المتباينة للتخلص من سالب 13. فإذا راح يكون بالتبسيط، من خلال التبسيط راح ينتج بأن سالب 13 زائد 13 صفر. فإذا 4 تاء أصغر من 16 بقسمة الطرفين على 4. فإذا راح يكون الناتج بأن تاء أصغر من 4 باستخدام اللي هو الصفة المميزة للمجموعة. فإذا مجموعة الحل هي تاء حيث أن تاء أقل من 4. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب حل كل من المتباينات الآتية، ولكم من الوقت 5 دقائق.
انتهى الوقت، بارك الله فيكم. الآن نتحقق من إجابتنا معا. طبعا التدريب الأول، حل كل من المتباينات الآتية: 13 ناقص 11 دال أكبر من أو يساوي 79. فإذا راح يكون الجواب النهائي، حل المتباينة هو دال أصغر من أو يساوي سالب 6. في التدريب الثاني، سالب 2 واو ناقص 6 أقل من أو يساوي 20، راح يكون حل المتباينة هو واو أكبر من أو يساوي سالب 13. في التدريب الثالث، 6 هاء زائد 4 أقل من 4 هاء ناقص 2، راح يكون حل المتباينة هو هاء أقل من سالب 3. وفي الأخير، التدريب الأخير، 3 قوس سين زائد 1 زائد 11 أكبر من أو يساوي سالب 2 سين زائد 29، راح يكون حل المتباينة هو سين أكبر من أو يساوي 3. الآن ننتقل إلى فكرة أخرى. مثال: أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية. فإذا المطلوب إيجاد مجموعة الحل. المثال: 6 سين زائد 3 قوس 2 ناقص سين أكبر من أو يساوي سالب 2 سين زائد 1. فإذا أول خطوة يتم التخلص من الأقواس باستخدام خاصية التوزيع. فإذا 6 سين زائد 3 في 2، 3 في 2 3 ضرب 2 6، الناقص بتنزل 3، هنا طبعا راح يكون 1، المعامل سين راح يكون 1، فإذا 3 في 1 3 وسين راح تنزل كما هي، أكبر من أو يساوي سالب 2 سين زائد 1. فإذا استخدمنا خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس في أول خطوة. الخطوة الثانية راح أبسط، طبعا 6 سين ناقص 3 سين راح ينتج لي 3 سين، فإذا هني بلاحظ أن 6 سين ناقص 3 سين بيعطيني 3 سين، الستة هذه راح تنزل، أكبر من أو يساوي سالب 2 سين زائد 1، طبعا طرحنا الحدود المتشابهة، 6 سين ناقص 3 سين. الخطوة التي تليها إضافة 2 سين إلى طرفي المتباينة، وذلك لأن المتغيرات احنا قلنا نضعها في طرف وبقية المتباينة في طرف آخر. فإذا أولا 3 سين زائد 2 سين، الحين راح نبسط الحدود المتشابهة، فإذا راح نجمع 3 سين زائد 2 سين راح ينتج لي 5 سين، و2 سين زائد 2 سين بما أن العدد مع نظيره راح يعطيني صفر، فإذا بالتبسيط راح ينتج لي 5 سين زائد 6 أكبر من أو يساوي 1. الخطوة التي تليها بنطرح 6 من طرفي المتباينة للتخلص من ماذا؟ من الستة. فإذا 6 ناقص 6 كذلك هنا راح ينتج لي صفر، فإذا اللي راح بيتم لنا اللي هو 5 سين أكبر من أو يساوي سالب 5، فإذا 1 ناقص 6 بطرح وبحط إشارة الأكبر، فإذا بيعطيني سالب 5. الآن بقسمة الطرفين على 5 راح ينتج لي سين أكبر من أو يساوي سالب 1، لأن سالب 5 قسمة 5 بيعطيني سالب 1. فإذا حل المتباينة هو سين أكبر من أو يساوي سالب 1. مجموعة الحل هي سين حيث أن سين أكبر من أو يساوي سالب 1. ننتقل إلى مثال آخر: أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية: 3 راء زائد 2 قوس 4 راء زائد 2 أقل من أو يساوي 2 قوس 6 راء زائد 1. فإذا راح ألاحظ أن الأقواس في طرفي المتباينة، فإذا يجب أولا استخدام خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس. فإذا في الطرف الأيمن راح ألاحظ 3 راء
بتنزل كما هي. 2 في 4 بيعطيني اللي هو 8 راء، و2 في 2 4، طبعا الموجب تنزل. اقل من او يساوي كذلك هني راح نستخدم خاصية التوزيع اللي هو 2 في 6 12 راء، و2 في 1 2. الخطوة اللي بتجي راح اللي هو مبسط بجمع الحدود المتشابهة، 3 راء زائد 8 راء 11 راء، بتنزل الأربعة. أقل من أو يساوي 12 راء زائد 2. الآن نطرح من طرفي المتباينة ب 11 راء، 11 راء ناقص 11 راء، طبعا العدد معه نظيره صفر، فإذا الباقي راح يكون 4 أقل من أو يساوي 12 راء ناقص 11 راء، راح يعطيني راء، لأن 12 ناقص 11 واحد، إذا معامل الراء هنا واحد، فإذا واحد راء زائد 2. الآن يتم طرح الاثنين من طرفي المتباينة للتخلص من الاثنين، فإذا للتخلص من موجب 2 يتم طرح المتباينة في طرفيها من سالب 2، فإذا الناتج راح يكون 4 ناقص 2 2 أقل من أو يساوي راء، فإذا المتباينة 2 أقل من أو يساوي راء هي نفسها عند كتابتها براء أكبر من أو يساوي 2، فإذا مجموعة الحل هي عبارة عن راء، حيث أن راء أكبر من أو يساوي 2. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى تدريب أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية، ولكم من الوقت 3 دقائق.
انتهى الوقت، بارك الله فيكم. الآن نستعرض مع بعض الحل ونتأكد من إجابتنا. إذا في التدريب الأول 3 قوس 4 را زائد 3 أكبر من 17 زائد 8 قوس را ناقص 2. راح تكون الإجابة مجموعة الحل هي را، حيث أن را أكبر من سالب 2. في التدريب الثاني 3 قوس 4 زائد 1 زائد 11 أقل من سالب 2 قوس 4 زائد 13، فإذا راح تكون مجموعة الحل هي عين، حيث أن عين أقل من سالب 8. الآن ننتقل إلى فكرة جديدة ومثال جديد. أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية. المطلوب إيجاد مجموعة الحل. المثال 9 تاء ناقص 5 قوس تاء ناقص 5 أقل من أو يساوي 4 قوس تاء ناقص 3. فإذا أول خطوة استخدام اللي هي خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس. فإذا سالب 5 في تاء يعطيني سالب 5 تاء. راح ألاحظ بأن سالب ضرب سالب راح يعطيني موجب. 5 ضرب 5 25. أقل من أو يساوي كذلك راح أستخدم خاصية التوزيع، 4 مرة بضربها في تاء ومرة 4 ضرب سالب 3، فإذا 4 في 1 تاء راح يعطيني 4 تاء، و4 ضرب سالب 3 راح ينتج لي سالب 12. الخطوة اللي بتيجي راح اللي هو نبسط وراح نستخدم طرح الحدود المتشابهة. 9 تاء ناقص 5 تاء راح يعطيني 4 تاء. ال 25 تنزل كما هي، أقل من أو يساوي 4 تاء ناقص 12. الخطوة اللي بتيها راح اللي هو نطرح 4 تاء من طرفي المتباينة، وذلك بجعل المتغيرات في طرف وبقية الأعداد في طرف آخر. فبالتالي للتخلص من 4 تاء يتم طرح المتباينة من 4 تاء في طرفي المتباينة. فإذا راح ينتج لي 4 تاء ناقص 4 تاء يعطيني صفر، عدد مع نظيره صفر. وكذلك هني 4 تاء ناقص 4 تاء بعد يعطينا صفر. فإذا اللي راح ينتج لي بأن 25 أقل من أو يساوي سالب 12. 25 راح ألاحظ بأنها ليست أصغر من سالب 12 أو تساويها، لذا فإذا نتيجة الحل أو العبارة هنا غير صحيحة. بما أن نتيجة الحل عبارة غير صحيحة، فإذا مجموعة الحل راح تكون فاي، فإذا راح يكون مجموعة الحل فاي، فإذا هذه معناتها فاي، فإذا مجموعة الحل فاي لأن هنا العبارة غير صحيحة. فإذا ملاحظة، لا نستعمل الصيغة المميزة للمجموعة عندما تكون مجموعة حل المتباينة هي المجموعة الخالية، وبدلا من ذلك يعبر عن مجموعة الحل بالرمز فاي. الآن ننتقل إلى مثال آخر. أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية. 3 قوس 4 ميم زائد 6 أكبر من أو يساوي 42 زائد 6 قوس 2 ميم ناقص 4. فإذا أساس نحل متباينة يتم أولا التخلص من الأقواس باستخدام خاصية التوزيع. فإذا أولا يتم ضرب الثلاثة في 4 ميم راح ينتج لي 12 ميم، ويتم ضرب الثلاثة في 6 راح ينتج لي 18. أكبر من أو يساوي 42 زائد كذلك الستة راح يتم توزيعها مرة حق 2 ميم ومرة حق سالب 4، فإذا 6 في 2 ميم راح ينتج موجب 12 ميم، و6 في سالب 4 سالب 24. الخطوة اللي بتيجي
بطرح 12 ميم من طرفي المتباينة، وذلك لجعل المتغيرات في طرف والأعداد في طرف آخر. راح ألاحظ بأن 12 ميم ناقص 12 ميم راح ينتج لي صفر، وفي الجهة في الطرف الآخر كذلك 12 ميم ناقص 12 ميم صفر. فإذا راح أبسط، فإذا بيطلع لي في القسم الأيمن 18 أكبر من أو يساوي 42 ناقص 24 بيعطيني 18. إذا 18، هل 18 أكبر من أو يساوي 18؟ نعم، فإذا 18 أكبر من أو تساوي 18، لذلك نتيجة الحل صحيحة. فإذا بما أن العبارة صحيحة دائما، فإن مجموعة الحل هي عبارة ميم، حيث أن ميم عدد حقيقي. تم كتابة هنا ميم لأن المتغير في المثال ميم، هذا احتمال يكون سين، احتمال يكون صاد، على حسب المتغير الموجود في المثال. فإذا بما أن العبارة صحيحة، إذا مجموعة الحل هي عبارة عن ميم، حيث أن ميم عدد حقيقي. ملاحظة، عندما يكون حل المتباينة هي عبارة صحيحة دائما، فإن مجموعة الحل تكتب بهذه الصورة، المتغير حيث أن المتغير عدد حقيقي. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى تدريب آخر، ولكم من الوقت 4 دقائق. أوجد مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية.
انتهى الوقت، بارك الله فيكم. نستعرض مع بعض الإجابة الصحيحة. في التدريب الأول 18 ناقص 3 قوس 8 جيم زائد 4 أكبر من أو يساوي سالب 6 قوس 4 جيم ناقص 1. راح تكون الإجابة مجموعة الحل هي جيم، حيث جيم عدد حقيقي. يعني الإجابة راح تطلع عندنا العبارة صحيحة. بما أن العبارة صحيحة فمعناته جيم، حيث أن جيم كتبنا جيم المتغير جيم، لأن في التدريب المتغير جيم، فإذا جيم حيث أن جيم عدد حقيقي. في التدريب الثاني 46 أقل من أو يساوي 8 ميم ناقص 4 قوس 2 ميم زائد 5. راح تكون مجموعة الحل هي فاي، لسبب بأن العبارة راح تطلع غير صحيحة. فإذا بما أن العبارة غير صحيحة فإذا مجموعة الحل في التدريب الثاني هي عبارة عن فاي. الآن ننتقل إلى مثال آخر بفكرة جديدة. عرف متغير واكتب متباينة ثم حلها. فإذا يجب تعريف متغير وكتابة متباينة ومن ثم الحل. 5 ناقص 6 أمثال عدد أكبر من 4 أمثال ذلك العدد زائد 45. 5 ناقص 6 أمثال، 5 هو العدد 5 ناقص إشارة الناقص 6 أمثال العدد، العدد هو عبارة عن مجهول ما عرفه، فإذا راح أفرضه بسين. كلمة أمثال فمعناته بينهم عملية الضرب، فإذا 6 ضرب السين. أكبر من 4 أمثال ذلك العدد، ذلك العدد هو العدد الذي تم فرض سين، فبالتالي راح 4 ضرب سين زائد 45، فإذا زائد 45، فإذا المتباينة راح تكون بهذه الصورة اللي هي 5 ناقص 6 سين أكبر من 4 سين زائد 45. فإذا يتم أولا طرح 4 سين من الطرفين، وذلك لجعل المتغيرات في طرف والأعداد في طرف آخر. الخطوة اللي تليها ببسط بحيث 4 سين ناقص 4 سين راح ينتج لي 0، سالب 6 سين سالب 4 سين راح يعطينا الإجابة، طبعا الخمسة بتنزل كما هي، سالب 6 سين سالب 4 سين بيعطيني سالب 10 سين أكبر من، طبعا في ذي القسم اللي يبقى 45. الآن طرح 5 من طرفي المتباينة، يتم التخلص من موجب 5 اللي هو بطرح 5 في طرفي المتباينة للتخلص من الخمسة. إذا 5 ناقص 5 راح يعطيني الجواب 0. بالتبسيط راح ينتج بأن سالب 10 سين أكبر من 40، لأن 45 ناقص 5 بيعطيني الجواب 40. الآن بقسمة الطرفين على سالب 10 راح ينتج بأن سين أقل من سالب 4، ولاحظ بأن إشارة المتباينة تغيرت من أكبر من إلى أقل من لسبب أن تم القسمة على عدد سالب. عند القسمة على عدد سالب يتم تغيير إشارة المتباينة، إذا سين أقل من سالب 4. مثال آخر، عرف متغير واكتب متباينة ثم حلها. 4 أمثال عدد زائد 12 أقل من ذلك العدد ناقص 3. 4 أمثال عدد معناته 4 ضرب سين زائد 12 أقل من العدد الذي تم فرضه ناقص 3، فإذا سين ناقص 3. الآن نكتب المتباينة، فإذا 4 سين زائد 12 أقل من سين ناقص 3. الخطوة الأولى نتخلص من السين
بطرح سين في طرفي المتباينة، وذلك لجعل المتغيرات في طرف وبقية الأعداد في طرف آخر. سين ناقص سين راح ينتج لي صفر لأن المتغير مع نظيرة. 4 سين ناقص سين 3 سين زائد 12 أقل من سالب 3. الآن بطرح الـ 12 من طرفي المتباينة، للتخلص من الـ 12 نطرح الـ 12 في طرفي المتباينة، فإذا راح ينتج 12 ناقص 12 صفر، بالتبسيط 3 سين أقل من سالب 3 سالب 12، الإشارات متشابهة بجمع ونضع نفس الإشارة، فإذا 3 سين أقل من سالب 15. قسمة الطرفين على 3 للتخلص من الثلاثة، فإذا سين أقل من سالب 5. فإذا هنا راح ألاحظ بأن المتباينة لم تتغير إشارتها لأن تم القسمة على عدد موجب، فإذا الإجابة راح تكون سين أقل من سالب 5. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى تدريب أوجد الحل لكل من المتباينات الآتية، ولكم من الوقت 3 دقائق. انتهى الوقت أعزائي الطلبة، بارك الله فيكم، والآن نستعرض الإجابة الصحيحة معا. في التدريب الأول نصف عدد زائد 2 أكبر من 27. نصف عدد فمعناته اللي هو عبارة عن نصف العدد اللي راح أفرضه اللي هو سين زائد 2
أكبر من 27، فإذا المتباينة راح تكون بهذه الصورة. الناتج الأخيري س أكبر من 50. في التدريب الثاني أربعة أمثال عدد، أربعة أمثال فمعناته أربعة ضرب أمثال معناته ضرب عدد، عدد أفرضه س ناقص 6 أكبر من 8 مضافا إليها، مضافا إليها معناته زائد، عملية زائد، مثلى ذلك العدد، مثلى معناته 2 من هذا العدد، فإذا زائد ضعف العدد، العدد اللي فرضته هو عبارة عن س، فإذا المتباينة راح تكون بهذه الصورة، الإجابة النهائية راح تكون س أكبر من 7. ننتقل إلى مثال وفكرة جديدة. عمل حسن مندوب مبيعات براتب شهري قدره 600 دينار وعمولة مقدارها 10% من مبيعاته. إذا كان هدفه أن يكسب 1200 دينار شهرياً على الأقل، فاكتب متباينة ثم حل هذه المتباينة لإيجاد قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق هدفه. فإذا أول خطوة راح نكون هذه المتباينة، فإذا حسن راتبه الشهري 600 دينار يكسب عمولة مقدارها 10% من مبيعاته، هذه المبيعات أنا لا أعلم كم، فبالتالي 10% هي عبارة عن 10 على 100، فإذا 10% ممكن أنها تكتب بهذه الصورة. المبيعات لا أعلم، فإذا راح أكتبها في س، فإذا 10 على 100 س. إذا كان هدفه أن يكسب على الأقل، كلمة على الأقل معناته بهذه الصورة أكبر من أو يساوي، طبعا هو يحاول أنه هدفه أنه يكسب 1200، فبالتالي على الأقل معناته أكبر من أو يساوي 1200. فإذا يجب أن يكون راتب حسن زائد نسبة العمولة في المبيعات أكبر من أو يساوي 1200 دينار. فإذا 600 هو راتب حسن زائد نسبة العمولة 10%، المعنى منها والمقصد منها 10 على 100 في المبيعات اللي هو راح أفرضها بسين أكبر من أو يساوي 1200. فإذا أول خطوة طرح 600 في طرفي المتباينة للتخلص من 600. 600 ناقص 600 راح يكون 0. راح نبسط 10 على 100 س أكبر من أو يساوي 1200 ناقص 600 هو عبارة عن 600. الآن بضرب كلا الطرفي المتباينة في 100 على 10، وذلك لأن العدد مع نظيره الضربي ينتج لي 1، فإذا هنا راح ينتج 1، فإذا 1 س، فإذا س أكبر من أو يساوي 6000. فإذا يجب أن لا تقل مبيعات حسن عن 6000 دينار لتحقيق الهدف. الآن ننتقل إلى تدريب أعزائي الطلبة. أعلنت إحدى المطابع عن عرض خاص لطباعة 400 نسخة من نشرة إعلانية بأقل من 13 دينار ونص. فإذا علمت أن هذا السعر يشمل رسوم مقدارها 3.5 دنانير، فما سعر طباعة النسخة الواحدة من النشرة الإعلانية؟ ولكم من الوقت 3 دقائق.
انتهى الوقت، نستعرض طريقة الحالة أعزائي الطلبة مع بعض. طبعا المطلوب هنا سعر طباعة النسخة الواحدة، فإذا هنا الطباعة 400 نسخة، فإذا 400 سين زائد العمولة الثابتة أو الرسوم الثابت زائد 3 دنانير ونص، أقل من معناته إشارة المتباينة راح تكون بهذه الطريقة 13 ونص، أقل من 13 دينار ونص. فإذا المطلوب هنا سعر طباعة النسخة الواحدة، الإجابة النهائية راح تكون إن سعر طباعة النسخة الواحدة أقل من 1/40 دينار، أي أقل من 25 فلس. للمزيد أعزائي الطلبة من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثالث إعدادي الجزء الأول صفحة 69 وصفحة 70، وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكراً.